ارتطم أو اصطدم بزميله في حصة تدريبية تحضيراً لنهائي كأس الرئيس، سقط على إثرها مصاباً في الرأس، فتوجه من الملعب مباشرة إلى غرفة الإنعاش. وفي يومه السادس من غيبوبته غادر دون رجعة إلى مثواه الأخير. زملاؤه لا يصدقون أن رفيق الدرب وحامي العرين ذهب دون عودة. تحولت حصتهم التدريبية وأفراحهم في الملاعب إلى فاجعة، وهم يودعونه مغادراً إلى دار البقاء. محمد المختار من مواليد عام 2002 دخل عالم كرة القدم من بوابة الأشبال إلى الناشئين ثم الشباب ثم المنتخب الأول قبل أن يكمل العشرين من عمره. موهبته من صغره لفتت انتباه القائمين على اللعبة، وباتت غالبية الأندية الوطنية تسعى للحصول على خدماته، فاستقر به المقام أخيراً حارس عرين نادي الجمارك الوطني الذي يعج بالمواهب الشاب. وهنا وجد الحارس الشاب أرضية ملائمة لإبراز موهبته التي سبقت سنه. عرف في الأوساط الرياضية بالتزامه، وفي مقاطعة الرياض تحديداً شهد له سكان الحي الذي يقطن فيه بمواظبته على الصلاة، فكان حريصاً على تأديتها في المسجد وحتى في المعسكرات الخارجية للمنتخب الوطني. عرف بين زملائه بنفس النهج والطريقة. تألق مع جميع المنتخبات الوطنية التي لعب معها، حتى بات الجميع مطمئناً على حراسة المرمى مستقبلاً. رابطت والدة محمد المختار منذ اليوم الأول عند بوابة المستشفى ولمدة 6 أيام كاملة تدعو الله وتتوسل له، لكن الله اختار له مكاناً آمناً أكثر لطفاً ورحمة من البشر. رحم الله الشاب محمد المختار وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.